بهذه العناصر اللي إلى رأي كابتن علي وهيب، بس أريد رأيك بالموضوع، هل من الممكن نشاهد الطلبة ينافس على لقب الدوري؟ 100% بهذا الفريق. حلو. إذا بين المرحلتين يضيفون فريق متكامل. شوف قال يضيفون. يضيفون. قبل اللي يضيفون قال 100%. لا 100% هو يصرف عليه. قال لك إذا، الإذا هاي شنو؟ إذا يعني شرطية. تحمس شرطية. لا إذا ما أضاف لاعبين آخرين غير مفترض. لازم بالإضافات غير قوي. لازم لاعبين مميزين. هسه الجو يحتاج لاعبين. حتى يحتاج، اكيد يحتاج. شرطه يحتاج لاعبين؟ يحتاج طبعا. والزوراء؟ الزوراء يحتاج مو من لاعبين، فريق كامل. لا هذا التجديد، مثلا عنده لاعبين انصابوا هسه، عنده الطلبه فد اربعه خمسه اساسيين مصابين، لازم يجيب لهم، يجيب لاعبين. طلبه لازم يجيب له لاعبين مميزين، يعني لاعبين منتخب وطني، لاعبين منتخب. شنو الظاهره؟ اجيب لاعبين منتخب يعني حتى طلبة الدوري. طلبة لا اكو لاعبين يجي من برا. انا اقول لك انه يجيب هسه، مو عندك لاعبين منتخب وطني بدوريات اوروبيه السويد وغيرها، مو لاعبين اجيبهم على الاقل يضيفوا لك. يضيفوا لك لما يضيفوا لك طبعا. هذا لاعب منتخب وطني ليش ما يضيف؟ خلص هذا لاعب منتخب اضيفه، اجيب لي نوعيه لاعبين مميزه. ابن طرشه اجيبه يلعب مدافع كل ساعه الفريق هجمه عليه، صعب. بس هسه هسه يعني هسه كل لاعبين بالطلبه 300 ومصعب، وموقع كان المليون، هسه يمكن زيد عقده يجوز سوا مليونين، وهو احسن واحد بالطلبه. نوبات اليوم ماكو معايير للامانه في لكل الانديه، ماكو معايير بانفاق الاموال. لا لا لا